مميزا في قلب المكان. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا صاحب السمو؟ بارك الله فيك ومشكورين على مجهوداتكم. ومثل ما شفتوا يعني الجماعة بحاجة إلى وقفتكم، وإحنا كلنا ثقة إن شاء الله إن المشاكل هاي راح تحل بأسرع وقت ممكن. نورتنا إن شاء الله. بارك الله فيك. وجودكم اليوم إن شاء الله راح يكون له ثمر إن شاء الله، وننتظر إن شاء الله نشوف هاي الثمار في أقرب فرصة ممكنة. أحسن طال عمرك. الله يجزاك خير. فرصة سعيدة ومنور طال عمرك. حياك الله يا غالي.